مرحبا بكم في مراجعة روتور 4G. فهذا الروتور من موقع صيني بثمن 30 دولار، ويمكن استخدامه مع أي بطاقة سيم من نوع 4G. فهذا هو الروتور كما تلاحظون. سلك الـ RJ45 و صفحة الإرشادات. والباور سبلاي هذا هو روتور 4G، يحتوي على مكان وضع سيم و RJ45 ومنفذ التغذية. فأجمل شيء في هذا الروتور 4G هو أنه unlocked، يعني فهو مفكوك التشفير، يعني يمكن استخدامه مع أي كارت سيم من نوع ميكرو. فهو بمثابة انترنت متنقل وصغير جدا، يمكن وضعه في الحقيبة وأخذه معكم أينما ذهبتم. فهو يشتغل ب 12 فولت 1 أمبير، وأنا شخصيا سأقوم فقط باستخدامه كنقطة ولوج للإنترنت للأورانج باي. كما تلاحظون فهو يشتغل. ما علينا الآن سوى وضع الكارت سيم وتفقد إعدادات هذا الروتور 4G وسرعة تحميل من الإنترنت. تابعونا. في هذا الجانب العملي من مراجعة روتور 4G سنقوم بإعداد الروتور. يقوم هذا الروتور بإطلاق أكسس بوينت بدون كلمة المرور، فهو الأكسس بوينت 4G CPU. تدخلون على نقطة الولوج وتتفقدون الأدرس IP الخاصة بكم، فهي 100.119، والأدرس IP الخاصة بهذا الروتور فهي 101. الآن ندخل على واجهة الإعداد الخاصة بهذا الروتور. نترك الـ DHCP نغير اسم الواي فاي أو الـ SSID إلى مثلا T100. نضع مثلا كلمة المرور سهلة جدا فقط للتجربة. سيكون ما بين 1 و 8 كاركتر. كلمة الدخول على الأدمين اوكي فينيشت. سيقوم الآن الروتور بإعادة الإقلاع، ننتظر فقط لبضع ثواني.
كما قلنا فكلمة المرور هي 1 2 3 4 5 6 7 8. صراحة واجهة جميلة جدا، فأنا أول مرة أتعامل مع هذا النوع من الروتورات. IP status one number. الواي فاي، الموبايل نيتورك، اوكي اللان فهو 101، نتركه 101. دومين كاتجي اونلي، في هذه المرحلة تعرفنا على كيفية إعداد كلمة المرور للدخول للواجهة وإعداد الواي فاي. في المرحلة الثانية سنتعرف على كيفية إعداد الكات جي بعد إضافة كارت سيم وتفعيل الإنترنت. نلتقي بعد وضع بطاقة السيم في الروتور وإعداد الـAPN واليوزر نيم بهذه الطريقة. فأنا في المغرب قمت بتجربة هذا الروتور على شبكة وانا انوي، وهذه هي الإعدادات. فوجب عليكم وضع الـAPN الخاص بكم والديال. هذه الأمور تبحثون عليها في محركات البحث الخاصة بشبكة الـ4G لبلدكم. بعد هذا الأمر نتفقد الربط بالإنترنت عن طريق البينج. كما تلاحظون فهو يشتغل. الآن سنقوم بتجربة سبيد تيست. فأنا مرتبط بالروتور عن طريق الواي فاي فقط. فهذه هي النتيجة بالواي فاي. سأقوم فقط بتجربة السلك. أين هو السلك؟ السلك أين وضعت السلك؟ السلك
كما تلاحظون فالسرعة باستخدام الإنترنت فهي أكثر نسبيا من الواي فاي. أظن أن الأمر فهو مرتبط بمسألة، فهذا هو اللوج الخاص بالروتور. هنا الانترفاس، نلاحظ أن هناك انترفاس USB. ربما أنهم يقومون بتشغيل الواي فاي على البيس الخاص باليوسبي، وبهذه الطريقة فإن الواي فاي فهو بطيء نسبيا مقارنة مع الإنترنت، لأن البيس المستخدم فهو USB، لأن رقاقة الواي فاي فهي تشتغل فوق بيس USB على الروتور. فعموما فهو أفضل من الـDSL في الأبلود، وسأقوم باستخدام هذا الروتور كخادم لأورانج باي ورفع الشروحات على موقع اليوتيوب. وشكرا، وإلى اللقاء في درس آخر.